تعد وسائل التواصل الاجتماعي جزء هام من حياتنا اليومية، فبعد أن ظهرت هذه الشبكة العنكبوتية ومدى قدرتها على ربط كافة أنحاء العالم وبقاعه وسكانه ببعضها البعض، جعل هذا العالم وكأنه قرية صغيرة. ظهر بعد ذلك ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي التي حولت العالم من قرية صغيرة إلى شارع صغير، فقد أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تطوير العلاقات بين البشر والارتقاء بهذه العلاقات لدرجة تلغي أي حواجز قد تكون بينهم لسبب أو لآخر. وسائل التواصل الاجتماعي هي واحدة من أكثر الأمور وأوسعها انتشارا في العصر الحالي، ويشير مصطلح وسائل التواصل الاجتماعي إلى استعمال التكنولوجيا في عملية تحويل الاتصالات من مجرد اتصالات عادية إلى تفاعل على كافة المستويات. وقد تم تعريفها على أنها التطبيقات التي تعتمد في عملها على وجود شبكة الإنترنت، والتي يتم بناؤها على القواعد والأساسات التكنولوجية، وتتيح وسائل التواصل الاجتماعي التواصل والتفاعل بين المستخدمين بصورة كبيرة جدا، نظرا إلى أنه بإمكان المستخدمين أن يقوموا بنشر أفكارهم وصورهم وأي شيء يريد الإنسان أو المستخدم أن ينشره. وتتيح أيضا التفاعل المتلقين لهذه المنشورات معها بالتعبير عن إعجابهم وإمكانية تعليقهم عليها، بالإضافة إلى إمكانية إعادة نشرها. مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة، وبيسعدنا ان احنا نلتقي مع سيادة اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية ومدير المعلومات سابقا. اهلا بحضرتك يا فندم. وسيادة اللواء، النهاردة بنتكلم على السوشيال ميديا والارهاب، شئنا ام ابينا السوشيال ميديا خلاص بقت في كل بيت وليها استخداماتها الجيدة واستخداماتها السيئة. طبعا كتير من المنظمات الإرهابية والكيانات الإرهابية دلوقتي بقت تستخدم السوشيال ميديا في نشر أفكارها، في نشر أخبارها، في نشر فيديوز، في بعض الأحيان تجنيد الأشخاص. إزاي بقى عندنا وعي مجتمعي بخطورة السوشيال ميديا وإزاي نكافح الموضوع ده؟ تمام، السؤال بتاعك ده طبعا سؤال شامل وبيحتاج طبعا لأوقات كتيرة، ولكن إحنا بنوجز طبعا لحاجة مهمة قوي. لازم نعترف بعدة حقائق نعيشها حاليا. نحن الآن نعيش في عالم رقمي، ديجيتال وورك، عالم بيعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بمعنى إيه؟ إن أصبح الاعتماد على شبكات المعلومات والاتصالات والأجهزة التقنية الحديثة اعتماد شبه كامل في تسيير كافة حياتنا، سواء على مستوى الأفراد أو الدول. وبالتالي إن أي ضرر أن يصيب هذه الأجهزة يصيب حياتنا بالشلل التام. دي نقطة. النقطة الثانية، ترتب على هذا الاعتماد شبه المطلق على هذه التقنيات عدة أمور يجب أن نعيها تماما. نمرة واحد، أن هناك إيجابيات عديدة جدا في استخدام الفيسبوك وتويتر، وبلا شك في التواصل وفي الشوبينج وفي الماركتينج و و و و وما إلى ذلك. يعني ما نقدرش، في ناس بتاخدها العاطفة يقول لك لا الفيسبوك اقفل، اقفل الانترنت، ما ينفعش يا جماعة. بس في بعض الدول عاملة كده لا مش عاملة كده، لا ما فيش حد، يعني الصين عندها الفيسبوك بتاعها الخاص بيها. وبعدين أنا لو الفيسبوك بتاعها فهو مجتمع مغلق، المجتمع النهاردة جلوباليزيشن عالميا. فالنهاردة في مراقبات وفي وهنتكلم عليها بعد كده. نيجي النقطة الثانية اللي احنا قلنا أول حاجة إن في إيجابيات لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا كلها. نمرة، انت حضرتك لو نسيتي يا استاذة الموبايل بتاعك في البيت وعديتي 10 كيلو ممكن ترجعي تجيبيه تاني، صح كده؟ لان اي انسان معهوش الموبايل او اللابتوب بتاعه ولا اي باد بتاعه بيحس ان هو ديسكونكتد، انعزل عن العالم. فالنهارده العولمه بتتطلب ذلك وتاثير حياتنا بيتطلب ذلك. وبالتالي ظهر هناك نوعيه اخرى من الجرائم مواكبه لهذا التقدم التكنولوجي اللي هو يطلق عليها جرائم التكنولوجيه. الجرائم التكنولوجية دي هي أي استخدام غير مشروع وغير آمن وغير منضبط لتقنية المعلومات والإضرار بالغير أو البلاك ميل، ابتزاز أو ما إلى ذلك. أهم حاجة بقى عشان نوصل لمردودنا، إن أجهزة المخابرات العالمية تتسابق في استغلال الفيسبوك وتويتر والإنستجرام والواتساب كلها في تجنيد المصادر والحصول على المعلومات. حلو، بالظبط. احنا هي دي النقطة اللي تهمني دلوقتي، لان احنا عايزين نوعي المجتمع. نوعي المجتمع، يا مجتمع، يا اولادنا يا شباب،
نحن نتعرض لحرب شرسة، حروب أشد وأخطر أنواع حروب الجيل الرابع، ألا وهي حرب المعلومات. يا جماعة، حرب المعلومات في حرب هجومية زي الحرب اللي هي بنعيش، حرب هجومية. الحرب دي يا إما بتدخل عبر السوشيال ميديا والفيسبوك والتقنيات دي كلها، إنها تبتدي تجند أشخاص شغالين في مراكز مرموقة، تجمع معلومات اقتصادية واجتماعية وسياسية عن البلد دي. وللأسف الشديد كثير من الشباب المصري اللي ما عندوش وعي بيفتح المعلومات دي وبيصور نفسه في مواقع معينة، وبالتالي بيستفيد منها غير. دي أجهزة المعدية مخاطرة، حرب هجومية للحصول على المعلومات. في بقى حرب حضرتك معلومات ضد المعلومة، بمعنى ان هو عاوز يفسد عندك اي معلومات صحيحة عندك. لو دخل مثلا اي حد عمل هاكينج على نظام الطيران، نظام مترو الانفاق، نظام الصرف عندك، ابتدى لخبط الدنيا وقاعد في مشاكل جامدة. في حرب، الا وهي اخطر الحروب دلوقتي، واخطر الحروب اللي هي الحرب باستغلال المعلومة، سرو انفورميشن، وهي حرب الاشاعات. يمكن احنا عشناها الفترة اللي فاتت بعد احداث التفجير المؤلمة التي حدثت في اسكندرية وطنطا. بالرغم من بشاعة هذه الحادثة، إلا كانت إنها نموذج للتماسك النسيج الوطني. صحيح. اختلطت في دماء المصريين جميعا، مواطنين وشهداء شرطة من جميع الرطب. أنا يميني دلوقتي اللي قاعد قدام الكمبيوتر وبيستخدم السوشيال ميديا، إمتى يعرف نفسه إن أنا بقيت أداة في إيد الغير؟ أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا راجل بستخدم الكمبيوتر أو اللابتوب، واتيفر بقى الميديا اللي أنا بتصل بها بالإنترنت، سواء كان موبايل، لابتوب، آيباد، ما إلى ذلك. أنا عامل مجموعة فريندز بتاعتي. بس عاوز أقول لك حاجة يا أستاذة برضو، إن مفيش أمان بنسبة 100%. أكيد. طالما حضرتك اتصلت بالإنترنت فأنت معرضة للاختراق، سواء من الداخل أو من الخارج. بالرغم من البروجرامز، بالرغم من البرايفسي والكونفيدنشاليتي اللي بتتحط كلها، كل دوت ليه حاجة بسيطة قوي. خلي بالك ان السيرفرز والخوادم الاساسية بتاعت الفيسبوك وتويتر وكل الكلام ده في الدول الغربية، في امريكا وهولندا وبريطانيا وفرنسا والدول الغربية كلها، السيرفرز اللي هم عليهم الادمن اللي هو بيعمل الترانزاكشن دي كلها، فانت معرض للاختراق. فاحنا بننصح كل انسان ان هو ما يحطش حاجات فيها كونفيدنشاليتي شويه، خصوصيه، صور، معلومات على بتاع، لانه معرض للاختراق. اما انا بعمل اجراءات البروسيجرز اللي هي يعني متفق عليها، بعمل بلوك على اللي انا مش عاوزه، بعمل شاتنج على بعض الاصدقاء وما الى ذلك. انا بقول انا ليا مجموعه اصدقاء، اي حد بيطلب مني اد يجي لك مثلا وانت كده واحد طالب ريكوست، بيقول لك يا عبدالفين لا ما تضيفوش طالما ما تعرفوش. واهم حاجه يا استاذه، لما انا اجي اعمل شات مع اكس من الناس، حضرتك بتعملي شات مع صديقه معينه، قبل، انا بنصح قبل ما تعملي الشات بتليفون موبايل او باي وسيله اخرى، حضرتك اللي موجوده معايا اونلاين، اتاكد ان هو ده الشخص او بالظبط. يعني ليه بقى؟ ان حصل كتير ومسكنا جرائم كتير جدا، كان حضرتك بتتعاملي مع شخص، مع انسانه صديقه معينه، بتعملي شات معاها، الانسانه دي ما كانتش الاكونت بتاعها اتسرق، حصل لها هاكينج، الاكونت اتسرق، واحد ابتدى يكلمك على اساس هي ومعاها صور وكل حاجه، ابتدي تتوسع معاه في الكلام. وحصلت في احدى القضايا، يعني بنت مع بنت خالتها بتتكلم معاها وقالت لها والله انا جايبه لك بلوزه كويسه وبتاع مش عارف ايه، وهتقيسيها، انت ماسك كام، 15 16؟ طب ممكن تقيسيها جنب افتح الكاميرا وبتاع. جينا على موضوع الكاميرا، الويب كام اخطر وسيله للتنصت والتجسس، الويب كام. لابد، لان ممكن لو حصل لك هاكينج يا استاذه ممكن تتفتح ريموتلي. يعني اللي عمل لك هاكينج على الاكونت يقدر يفتح الكاميرا من بعيد. الكاميرا وتاني. فاحنا بنقول دايما ان احنا الكاميرا، انا بنصح يعني دايما احط عليها ستيكر، واتيفر اتعرضت او ما اتعرضتش، عشان ابقى في امان. ما احطش حاجات، ما ابتدي اي رساله حضرتك تجي لك مجهوله مش عارفه ده منين او بتاع ما تفتحيهاش. اي صوره او موقع اباحي او موقع غير رسمي، لو انت دخلتي هذا الموقع، لعلم حضرتك بتعتبر مصائد الكترونيه. موقع مثلا مش رسمي بيعلن عن وظائف معينه، يبتدي الانسان يخش يبعت لي، بيحط بقى طبعا كل المعلومات عن نفسه، هو عايز الوظيفه، يقول لي اديني السي في بتاعك، اديني السي في بتاعك. فدي طبعا عده موقع. بس هنا برضو عاوز ارجع حاجه، ان الشباب لابد ان يجد اذانه الصاغيه.
عشان ما يبقاش برضو احنا نلوم على الشباب في كل حاجه. لا انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، في البعض عنده وعي والبعض الاخر بيسطح المعلومه اللي انت بتديها له. يعني حضرتك تدي نصايح دلوقتي لا مش قوي كده معقوله، لا 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 ما مش هيحصل لي، ما انا هاخد بالي، وهو تلاقيه غصب عنه بيستدرج للسكه دي. بيستدرج. ده انا حضرتك ايه، ده دكتور كبير جدا واستاذ، عاوز اكتر من كده، وعي وثقافه وعلم. ابتدت عصابه بعتت له، وهو جات له رساله احنا لينا مشروع في كذا وكذا هنعمل، هتدخل معانا وبتاع، وابتدى قال انا همشي معاهم واحده واحده، وبعتوا له ناس وادوا له فلوس هنا، قال لك مش حراميه، ابتدوا يستدجوا لغايه ما ابتدوا يسحبوا منه اكتر من 3 4 مليون جنيه، لان هم في الاول ادوا له فلوس يعني رموا له الاول، وبعد كده ابتدى. فاحنا بنقول بس ايه يعني طبيعه العصر. اتفضل. طيب انا عايزه اخد الشق الاخر، وطبعا احنا بنشوف دلوقتي من خلال السوشيال ميديا بنلاقي انه في يعني بيجز غريبه جدا بتدعو للفسق وللاباحيه وازدراء الاديان والعنف، وكمان يعني الكيانات الارهابيه بتستغل قوي السوشيال ميديا لنشر افكارها. تمام. هل في مجال او وسيله او سبيل انه يبقى في كنترول على المواقع دي وتحد من الناس اللي تدخل لها؟ يعني احنا كمصر يهمنا ان احنا نحمي المجتمع، وكل الحاجات اللي انا اتكلمت عنها دي كلها بتفسد المجتمع. تمام. ازاي اقدر ان انا احد ده؟ حلو. انا بقول لحضرتك حاجه، الكلام اللي قلناه، قلنا العالم الرقمي استتبع جريمه وايجابيات وجرائم والاجهزه المخابرات، وقلنا بتعمل ايه دلوقتي. النهارده اخر حاجه بقى، رابع حاجه، ان التنظيمات الارهابيه وجماعات الارهاب والتنظيمات المتطرفه كلها بتعتمد بقى اعتماد مش شبه كامل على السوشيال ميديا في تجنيد المصادر. يعني عند حضرتك موقع بلو بيرج الالماني عمل احصائيه 90% من اعضاء تنظيم داعش الارهابي تم تجنيدهم عبر الفيسبوك من اوروبا ومن شرق افريقيا ومن الكلام من ده. النهارده عاوزين نقول حاجه للساده المواطنين، اطمئنوا، عندنا إدارة متخصصة في مصر، إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات. أي موقع عشان خاطر العالمية، أي موقع بيبث من داخل مصر، من داخل مصر يمكننا إسكاته وإغلاقه. من خارج مصر؟ ده من داخل مصر. ماشي، أنا أقصد اللي من خارج مصر هنقدر نعمل كنترول إزاي؟ ده بس هنقول من داخل مصر في الأول. يا مجتمع مصري، يا ولادنا، أي إنسان يشوف موقع زي اللي حضرتك قلتيهم إباحي، موقع بيدعو للرذيلة، ازدراء أديان، يدعو للإرهاب، يدعو إثاري، يبلغ إدارة مكافحة جرائم الحاسبات على 108 هوت لاين، 108 هوت لاين، أو موقع وزارة الداخلية من بوابة وزارة الداخلية يبلغهم، والله أنا رصدت الموقع، والداخلية بتقوم بالمتابعة يعني كده. وبيتم تحديد الاي بي بتاعه وعرض على النيابة، ويتم إغلاق الموقع وضبط الأدمن بتوعه مسؤول. أما إذا كان من خارج مصر فنحن لا نملك إغلاقه، ولكن نملك حجمه. نملك حجمه بمعنى إيه؟ نملك حجمه بمعنى إن إحنا نقدر نحجبه عن إن هو يصل إلى المستخدمي الإنترنت داخل جمهورية مصر العربية. بس برضو لازم أكون صريح علميا، إلى حين لما الأدمن بتوع الموقع دوت يحسوا إن هو تم حجبهم على المنطقة دي، هيغير الأدرس او اللي يقرب اللوكيشن بتاعه، يقوم داخل باسم تاني. فاحنا بنقول بقى لحضرتك ضفتي فيها التوعيه. لازم شبابنا يعرف جدا نحن مستهدفون تماما، والسوشيال ميديا النهارده جميع خبراء مكافحه الارهاب في العالم كله اجمعوا في مؤتمر كاسبرسكي في 2015 في لشبونه ان الفيسبوك وتويتر والانستجرام من أخطر أسلحة الدمار الشامل الآن، لأنها تقوم بهزيمة المجتمعات وتحقيق أهداف الجماعات الإرهابية دون أي خسائر، لأن اعتماد الجماعات على هذه التقنيات الحديثة بتوفر لهم شيء من الأمن وشيء من الأمان وشيء من البتاع. لأن حضرتك تأكدي تماما، يعني في أبليكيشن زمان يا أستاذة بتنزل على الفيسبوك، تمام كده، يقول لك هوريك شكلك بعد 10 سنين، اسمك حلو، تاريخ ميلادك كذا، مش عارف كل الكلام ده. كل دي ناخد بالنا منها. خد بالكم يا اخوانا، انتوا لما بتعملوا هذا الكلام بيبتدي هاكينج عليك، يحصل هاكر عليك بيدخل على الداتا بتاعتك يسحبها. هتقولي ما انا واخده بالي. واخده بالك ازاي؟ يعني انا ما باخدش الداتا بحيث ان انت لما تخشي ما تلاقيش الداتا بتاعتك؟ لا، موجوده، انا خدت الديجيتال كوبي نسخه منها وابتدي اشتغل بيها.
فاحنا بنقول محدش يحط صوت بطاقه شخصيه، يحط ارقام بطاقه الاي دي بتاعته، يحط الباسورد البين كود بتاع الكريدت كارد او كريدت كارد. الناس ما تعملش لما يجيلك رساله مجهوله المواقع اللي هي الاباحيه. نيجي بقى لنقطه حضرتك، المواقع الخارجيه، المواقع الخارجيه بتبث من الخارج انا بملك حجمها، واحنا بنناشد الساده اعضاء الهيئه البرلماني المصري الموقرين سرعه اصدار قانون مكافحه الجريمه المعلوماتيه لانه بيقنن كل هذه الجرائم. وانا كنا في برامج وقعدنا مع الساده النواب وقالوا ان هم يعني الحمد لله قطعوا خطوات كبيره ان هم هيصدروه قريبا باذن الله تعالى. ليه مهم قوي القانون دوت؟ ده احنا مصر دوله رائده. مهم القانون دوت عشان يقنن حالات الاجرام عبر الفيسبوك واقدر احاكمه صح واقدر اتتبعه صح، وكمان عشان سرعه الاجراءات الجنائيه وطبيعتها الخاصه والدليل الالكتروني اللي انا ممكن اثبته على مستخدم الانترنت، لان مستخدم الفيسبوك دوت بطريقه غير شرعيه عمل سب وقصف، الدليل بتاعه مش سكينه ولا مطوه ولا ورق، لا ده ديجيتال ايفيدنس، دليل الكتروني، بمعنى ان لابد ان في ناس فنيين في اداره مباحث مكافحه جرائم الحاسبات في وزاره الداخليه بيفرغوا هذا الدليل ويعرضوه على السيد النائب، وفي محكمه اقتصاديه مختصه للموضوع. بس احنا بنقول لاولادنا خلوا بالكم، والمجتمع خلوا بالكم من اولادكم. لعلم حضرتك اخطر حاجه يمكن رصدناها الفتره اللي فاتت دي كلها من خلال المتابعه، ان معظم الشباب التكفيريين واللي فجروا نفسهم هنا وهنا وهنا وكلام من ده، الشباب ده من كام سنه حضرتك؟ من 20 سنه ل 30 سنه في الرينج ده، شباب صغير. شباب صغير تم غسيل مخه، تم استقطابه عبر السوشيال ميديا. فانا بناشد الدوله، يمكن انا بأثمن. ما هنا بقى لو الاهل عندهم وعي انه ابنك او بنتك ما ينفعش يقعد ال 24 ساعه على الانترنت بالظبط يا فندم في السوشيال ميديا بيعمل شاتنج مع حد انت ما تعرفوش. أيوة. اعرف انه بيتغسل مخه والسايبر كافيهات ما يدخلش. يمكن انا حضرتك مهمه جدا، انا بسمن قرار السيد رئيس الجمهوريه تماما اللي هو بانشاء المجلس الاعلى لمكافحه الارهاب والتطرف، وقرينا امبارح الحمد لله ان في داخل كل الوزراء ومسؤولين كبار، ده جميل جدا، بس هو المفروض ان قراراته تنفذ، ولازم هذا المجلس يشتغل على شقين اللي هو الشورت ران واللونج ران. شورت ران في اجراءات عاجله لابد من اتخاذها، واللونج ران عشان يامن الاجيال المستقبليه. ما انا هرجع واقول لحضرتك تاني، المشكله الاساسيه يعني ما هو برده السوشيال ميديا موجوده في المجتمعات الاوروبيه وفي امريكا وهو المجتمعات اللي فيها وعي وثقافه عاليه بيبقى في حدود لاستخدام التكنولوجيا او حدود المجتمع. بالظبط هي ثقافه مجتمع، ولكن لان احنا برضو للاسف الشديد عندنا نسبه اميه ما زالت عاليه في المجتمع وانتشار يعني وسيله جديده للتواصل ووسيله جديده لنشر الاخبار، فكل الناس جريت عليها دون الالتفات للسلبيات اللي ناتجه عنها. تمام، هقول لحضرتك بقى في النقطه دي مهمه عشان الشباب يعرف في حاجة اسمها في الانترنت او الفيسبوك المحتوى العام والمحتوى الخاص، عشان كل من تسول له نفسه استخدام الفيسبوك والسوشيال ميديا في السب والقصف والتشهير واي جريمة جنائية او ازراء الاديان او تهديد الامن القومي هيتحاسب. المحتوى العام وهو ما يبث، بحيث ان حاجة بتفتح الفيسبوك بتدخلي تلاقي صفحة معينة اكاونت ويب بيج معينة، دي مش محتاج بين كود عشان تخشيه، ده المحتوى العام اللي انا بشوفه وحضرتك تشوفه ومن خلاله بيتم تجنيد الناس. اي واحد هيستخدم المحتوى العام ويتكلم مع الناس بغرض تهديد امن قومي هيتحاسب طبقا لقانون الطوارئ وحالة الطوارئ. اما المحتوى الخاص عشان اطمن الناس، عشان في رسائل دلوقتي ايه كترت يا استاذة اللي اقول لك ايه، اعتبارا من باكر هنراقب الفيسبوك والانستجرام واللي وخلوا بالكم من تليفوناتكم وخلوا بالكم من عيالكم، كلام بقى كلام فاضي. لا، الدوله احنا في دوله قانون، المحتوى العام اللي حضرتك بتقريه وانا ده بيقراه كلنا بنقراه، الشرطه بتقراه والاجهزه السياديه بتقراه، لو لقت ان في تهديد للامن القومي هتتحاسب ونقدر نجيبك. طبعا انت هتقول ده انا ببث من الخارج من هنا هنا، في اتفاقات دوليه، في تتبع، في حاجات مش هندخل في التفصيلات. وبرده ازدواجيه المجتمع، ما احنا عارفين ان كل وسائل السوشيال ميديا مراقبه عالميا، يعني دي مش حاجه جديده. تمام. فيعني لما يبقى احنا عندنا كمان نوع من انواع المراقبه للحد من انتشار الجريمه في المجتمع وللحفاظ على الامن القومي واحنا في حاله طوارئ، ده ما يزعلش، احنا عايزين الامن والامان لبلدنا. المجتمع حضرتك يا استاذه بيطالب بالمراقبه، بس المراقبه النهارده عشان الناس تفهم صح
انا ما براقبش المحتوى الخاص. المحتوى الخاص يعني في اكونت بيني وبين حضرتك، لما بتخشي بتعملي بين كود او 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 الايميل بتاع حضرتك والايميل بتاعي، انا ما اقدرش ابعت لك الا يكون انت في عارفاني ومعارفك. انما انا لو دخلت على الايميل بتاعك ابقى انا يعني الصفحات العامه متاحه للجميع، متاحه للجميع من حق وحتى للامن ان هو يراقب اللي بيحصل على الصفحات ويحاسب العامه ويحاسب المستغل. اما الصفحات الخاصه دي انا بقول الامن لا يراقبها اطلاقا، بطمن الكل بس بشرط انا بقول اذا ما يكونش في ازدراء اديان ولا اذا ما استغلت وتم وصول معلومه مع قانون الطوارئ او حاله الطوارئ بتفيدني انا في حاجه معينه. انا حسيت ان اكس من الناس دوت راجل تحركات مريبه مشتبه فيه، ابتدي انا بعرض على النيابه بقول لهم والله اكس دوت حصل منه كذا وانا شاكك فيه، النيابه تديني اذن اراقب بقى المحتوى الخاص بتاعه اقدر اصل ليه. وبعدين عاوز اقول لحضرتك حاجه مهمه قوي، انا بناشد المجتمع، بناشد المجتمع يا شباب يا افراد المجتمع عاونوا جهاز الشرطه. جهاز الشرطه منذ 2011 وسهران في الشارع وما بيناموش وبيضحوا بحياتهم، وقفوا مع الشرطه بلغوا. يعني الحمد لله النجاح اللي حققته اجهزه الشرطه في البحيره بالرغم من الاحداث دي، كانت هتحصل احداث اكتر من كده، ولكن نتيجه معاونه بعض الفلاحين او اقاربنا البسطاء بلغوا الامن في كذا مزرعه كذا، قدر الامن يوصل لها وكان الحمد لله انقذوا البلاد من هذه الشرطه. وخاصه احنا في ظروف استثنائيه، يعني المجتمع بيمر بظروف استثنائيه. يا استاذه ده وطن، انا بدعو كل مواطن يفتح التلفزيون يشوف ايه في الدول المجاوره. في الدول المجاوره ما فيش حد يقدر يقعد القعده اللي احنا قاعدينها دي النهارده في اي دوله من الدول المجاوره. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. سيادة اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية ومدير المعلومات سابقا، أنا بشكر حضرتك يا فندم وأهلا بحضرتك معنا دايما في مصر جميل. هنطلع لفاصل مع كل السادة المشاهدين.